حاجة عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم، تعرفكم يعني إيه نائب من طراز فريد؟ عنده القدرة إن يترك بصمة، مش مجرد تأدية واجب والسلام. امبارح شفنا إعلان وزارة التعليم العالي أسماء الـ 55 الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجائزة النيل لهذا العام. خلص التهنئة وبالغ التقدير للعلماء الأجلاء والأساتذة وشباب وشابات الباحثين الفائزين. طبعا مصر غنية بعلمائها وأساتذة جامعاتها، وبتتقدم دايما بجهودهم وإبداعهم. أيضا القيادة السياسية بتضع العلم والعلماء والبحث العلمي على قمة أولوياتها. اللي عايز أقوله لحضراتكم إن تعديل قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم هو أحد مشروعات القوانين العشرة اللي تقدم بيها النائب محمد أبو العنين، وتمت الموافقة عليه. مشروع القانون ده تضمن استحداث جائزة النيل، أعلى جوائز الدولة، وجوائز جديدة للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز التفوق، ومضاعفة أعداد وقيمة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. اللي عرضناه لحضراتكم ده جزء بسيط من تاريخ طويل من العمل الوطني والاجتماعي للنائب محمد أبو العنين. احنا النهاردة كلنا بنحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى وطنية، وهي احتفالنا بالعيد رقم 47 ل6 أكتوبر. محمد أبو العنين رجل وطني، عاشق لوطنه، لتراب وطنه، فخور بكل لحظة بإنجازات البلد، واقف جنب البلد بكل ما تمر به، بدعم معنوي ومادي واجتماعي وسياسي واقتصادي، يعطي كل وقته وكل ما يملك من أجل هذا الوطن.